بنجدد التحية أعزائي المشاهدين من برنامجنا كلام في كلام، لكل أب وكل أم عاوزاكم تجيبوا ورقة وقلم عشان احنا هنبدأ بداية جديدة. أول حاجة في البداية الجديدة عنوان كده هنحطه اسمه كن إيجابيا وكن مسؤولا. يعني إيه إن أنا أكون إيجابي ويعني إيه إن أنا أكون مسؤول؟ ركزوا معايا، لأن معظم الآباء ومعظم الأمهات اللي أنا بشوفهم واللي أنا بسمعهم كلامهم فيه لغة سلبية. يعني إيه لغة سلبية؟ يعني ايه سبب المشاكل اللي انتوا بتعيشوها؟ لو انا سالت اي اب او اي ام او معظمهم، يعني ايه سبب المشاكل اللي ابنك فيها، ايه سبب المشاكل اللي بنتك فيها، فهيقول لي المجتمع، الناس، اصحابهم، اخواتهم، السوشيال ميديا، التلفزيون، وهكذا. كلام اللغه دي بتعبر على ان انا ضحيه، اسمها لغه الضحيه. يبقى أنا أعتبر ضحية للظروف اللي بتحصل، ضحية للمجتمع، ضحية للنظام التعليمي، ضحية لكل حاجة بتحصل حواليا. فهنا لما احنا بنتكلم على الدور اللي ممكن أي أب أو أي أم يكونوا عايشين فيه، أم أنت هتفضل طول الوقت بتعاني وما عندكش حل خالص، أنت هتفضل طول الوقت في مشاكل. ولكن الدور اللي احنا عايزين نشتغل عليه اللي هو كن إيجابيا. يعني إيه كن إيجابيا؟ خلينا نتخيل معاكم رسمه كده. دايما الناس بيكون في ناس ناجحين والناس اللي مش ناجحين، اب ناجح او ام ناجحه، والاب اللي مش ناجح او الام اللي مش ناجحه بيكونوا عايشين ازاي. هنتخيل ان انا عندي دايره كبيره كده، الدايره دي اسمها دايره الظروف. طب يا ترى مين اللي بيكون عايش جوه الدايره دي؟ اللي بيكون عايش جوه الدايره دي الاب الضحيه او الام الضحيه. ضحيه اللي هو الأب اللي شايف إن ولاده ضحية للظروف، ضحية للتعليم، ضحية للنظام التعليمي. طب لو تخيلنا إن في الدايرة الكبيرة دي دايرة أصغر، الدايرة الصغيرة دي اسمها دايرة التأثير. طب يا ترى مين اللي عايش جوه دايرة التأثير دي؟ اللي عايش جوه دايرة التأثير دي الناس الناجحين، الناس الناجحين. طب والناس اللي مش ناجحين عايشين جوه الدايرة الكبيرة اللي هي دايرة الظروف. الناس اللي مش ناجحين كأب أو كأم أو كموظف أو كأي حد بيكونوا عايشين جوه دايرة الظروف اللي هي الدايرة الكبيرة. أنت ليه عايش كده؟ علشان الظروف هي اللي خلتني كده، علشان مراتي، علشان جيران، علشان زمايل ولادي، علشان المجتمع اللي أنا عايش فيه. هو دايما شايف إن نتيجة الظروف اللي هو عايش فيها ده نتيجة للظروف الخارجية. فمعظم الناس بيبقوا عايشين في الدايره الكبيره دي. طب تفتكروا اللي عايش جوه الدايره دي كأب او كأم بيعمل تأثير في حياه ولاده؟ لا. طب لو أم بتعمل تأثير في حياه ولادها؟ برضو لا. للأسف التأثير بيبقى تأثير سلبي، مش تأثير ايجابي خالص، مش بيعملوا اي تأثير ايجابي خالص. دايما الأم اللي احنا محتاجين بقى نعيش فيه اللي هي الدايره الصغيره، اللي هي دايرة اللي أنا أقدر أعمله، اسمها دايرة التأثير. إيه اللي أنا أقدر أعمله في ظل الظروف دي؟ أنا جوزي مش موجود، إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أنا التعليم، نظام التعليم صعب، إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أنا البيئة اللي أنا عايشة فيها صعبة، إيه اللي أنا أقدر أعملها؟ أنا قاعدة في بيت عيلة، إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أنا ولادي ما بيسمعوش الكلام، إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ فدايرة التأثير ما يمكنني فعله. الدايرة دي لما تسأل نفسك ايه اللي انا اقدر اعمله في ظل الظروف دي، بتبدا دايره صغيره، لكن كل ما انت سالت نفسك ايه اللي انا اقدر اعمله وبدات تعمل بالسؤال ده، الدايره دي بيحصل فيها ايه؟ الدايره دي بتكبر كل شويه، بتكبر لحد ما تبقى دايره التاثير اللي هي دايره التاثير الايجابي اللي هو اللي انا اقدر اعمله. التاثير الايجابي اللي انا اقدر اعمله في بيتك، في بيتي، بيبقى تأثير قوي جدا. هو ممكن يكون في تأثير سلبي بس حاجات بسيطة جدا غير الأول خالص. فكل ما أنا كنت عايش جوه دايرة التأثير كل ما أنا أصبحت إيجابي. من دايرة التأثير إنك تعلم أولادك إزاي يثقوا في نفسهم. أسباب ضعف الثقة بالنفس، الأول عايزين نعرف يعني إيه ثقة بالنفس، وهل هي الثقة بالنفس دي مكتسبة ولا موروثة؟ الثقة بالنفس دي في جزء منها كبير موروث، والجزء الثاني احنا بناخده مع التعود والممارسات
والعادات والتقاليد. طب يا ترى ايه هي اسباب ضعف الثقه بالنفس عند ولادنا؟ ايه اسباب ضعف الثقه بالنفس؟ اول حاجه دي غالبا بتحصل مع الطفل الاولاني. بيحصل ايه؟ ان الطفل الاولاني ده بيبقى متدلع قوي، احنا بندلعه زياده عن اللزوم، بنبقى مهتمين بيه قوي، مش بيخرج الا معانا، على طول في ظهره. لو اتخانق مع العيال الصغيرين واحنا بنفضل وراه بنجري عليه، لو وقع بنتخض قوي عليه. ده السبب الاولاني، بيخليه دايما معتمد على ان في حد في ظهره، عمره ما هيبقى معتمد على نفسه، ودي حاجه بتخلي الطفل ما عندوش ثقه في نفسه. السبب التاني بقى هو شبه الاولاني كده شويه، بس ده بقى ماشي مع الطفل، بيبقى ماشي قوي مع الطفل اللي هو الصغير. الطفل ده الصغير، الطفل ده الامور، الطفل ده اللي احنا بندلعه على طول. طب هو يا ترى الطفل ده هيعتمد على نفسه في حاجه؟ لا، ده هو اساسا متدلع، ماما بابا تيتا جده كل الناس كده بتدلعه. هل هو هيعتمد على نفسه وهيتحدى الظروف؟ لا، عمره ما هيعتمد على نفسه طول ما فيش حاجه تخليه ان هو يعافر، ان هو يحقق اي حاجه عايز يقدر يعملها. لا، ده بيجي له كل حاجه على الجاهز، اي حاجه عايز يعملها على الجاهز على طول، في ناس بتعملها له. السبب التالت بقى اللي هو الضرب والتخويف، ان انا اخوف ابني ان في بحيوانات مثلا، ان مثلا لو طلعت قدام باب الشقه هتلاقي عفريت، انك لو نزلت لوحدك مش عارف هتشوف ايه. بنخض الولاد جامد، ده بيخليهم ان هم خايفين قوي طول الوقت، ما مش واثقين من نفسهم. والضرب كمان، الضرب ده ارجوكوا ابعدوا عن الضرب، الضرب ده بيخليهم عندهم ضعف في الثقه، ما عندهمش ثقه في نفسهم. ده السبب التالت. السبب الرابع بقى اللي هو التهديد، ان انا اهدد ولادي. دايما تلاقي الام مثلا تكون اتعصبت من ولادها، مزهقينها، تقول لهم انا هسيب لكم البيت وامشي، تهددهم بان انا هسيب لكم البيت وامشي، تهددهم. ده بيدل للطفل ان ده احساس بعدم الامان، احساس بقد ايه ان انا قليل، احساس بان اقرب الناس ليا مش واثقين في، احساس بان انا قليل جدا. وده طبعا غلط جدا، احساس بعدم الامان، وعدم الامان ده يؤدي الى احساس بعدم الثقه. رقم خمسه اللي هي المقارنه، اعتقد كده ان احنا بنتكلم في رقم خمسه اللي هي المقارنه. المقارنه دي ان انا اقارن ابني، اقول له مثلا شايف اخوك، شايف ابن خالتك، ارجوكوا ابعدوا عن موضوع المقارنه، لان موضوع المقارنه ده احنا كده ممكن في بعض الاهالي بيفتكروا ان موضوع المقارنه ده تحفيز للطفل، بس لا، هو للاسف بيتحول لتاثير سلبي جدا. ارجوكوا ابعدوا عن موضوع المقارنه، لان احنا قلنا الولاد دول عاملين زي البذره، البذره دي هي النبته، النباتات دي احنا بنبقى عايزين نشيل الحشائش الضاره اللي حواليها عشان النبته دي تطلع بشكل صحي ولطيف، ولادنا يطلعوا بحاجه كويسه. فارجوكوا ابعدوا عن موضوع المقارنه ده نهائي. رقم ستة، التقليل من شانه امام الاخرين. يعني انا ما ينفعش ان انا اعايره مثلا قدام حد، مثلا ما اخدش برايه، ما ينفعش ان انا مثلا يجي يتكلم اقطعه، اقلل من قيمته، اتريق على كلامه، اتريق على طريقته. ارجوكوا ابعدوا عن الموضوع ده خالص. فعشان كده انتوا اكيد عرفتوا ايه الاسباب اللي بتخلي ولادكم ما عندهمش ثقه في نفسهم. لازم ارجوكوا انتبهوا للحاجات اللي انا قلتها دي، لان بجد بيبقى الموضوع صعب وبعد كده بيقلب على اطفالنا، فلازم طبعا نعرف كل تفصيله في الحاجات دي. ومعاكم لسه مكملين من برنامجنا كلام في كلام، استنونا بعد الفاصل مع زميلتي ندى.